احنا مع المصلحة العامة، احنا ما احنا يا داك الواد الحار بغينا يعطونا الحق ديالنا، يدوز الواد الحار ويدوز الماء الماء الصالح ويدوز الشرب كل شيء يدوز مع المصلحة العامة، ويستافدوا حتى المواطنين، ويستافدوا حتى دوك الناس اللي شاريين من عند الشيخ 30 عام يستافدوا، ويستافدوا عرفتي شحال من دوار دابا، شحال من دوار دابا اللي سميتو اللي واقف على داك الواد الحار، واقفين ثلاثة الدواور تقريبا، ثلاثة الدواور اللي واقفين على داك الواد الحار. احنا ولدي مع المصلحة العامة، هاد الناس احنا راه ما كنطلبوش منهم شي حاجة اللي خارقة، تنطلبوا يعطونا يعبروا معانا الأرض ويحسوها معانا ويعطونا حقنا، هادشي اللي تنطلبوا. احنا ما باغين سياسة، ما باغين انتخابات، ما باغين كراسي، احنا باغين غير حقنا. بودريس الطاهري كان عنده أملاك بزاف، هنا عير هنا في حي الرشيد عنده 8 الملكيات، ونجبدها لهم وحده بوحده من غير وحده اللي نزعوا لي من جهه السبيطار، وهم اللي كيتبناو فيها شي ديور دابا. المهم ما علينا، حنا هذا الملف ديال الزيتون من 2017، حنا الاخ شد الرد شد الرد شد الرد، حنا غادي نعطيوكم، حنا غادي نديروا لكم اليوم، نعطيوكم غدا بلاتي يجي الرئيس من فرنسا، ونعطيوكم نحذر الرئيس يقول لي صافي غنفك معاك واحد الساعه، يقول لك لا راه ما بقاش عندكم. كنقول لهم كيفاش ما بقى عندنا، راكم دخلتوا 25 خدام اللي هيكلتو، 25 خدام وجوج خدام اخرين فوق منها راكم هيكلتوها، لو كان كنتم هيكلين على 17 ما غندويوش، غنتحاسبوا على ديك 17، نتحاسبوا على الطرقان ونخرجوا بحالنا. اما دابا هادو راهم هيكلين 25، تيقول لك واحد الطرف فيه نزاع مع دابا غنسمي حقاش هذا اجرار، هما اللي كيقولوا حنا ما عرف. انا ما عمري شفت هذا السيد ولا شفت هاد البنات، تلاقيت مع واحد المرة كان اجتماع مع السيد الباشا، وكان مع السي عبد الصمد عرشان، وكان مع سعد، وكان مع مصطفى بومهدي، وكانت الناس ديال الزيتون اللي شارين من عندنا، وكان هذاك السيد واحد الدكتور منهم جا تيمثلهم، تيشوف الى عندك اصل ملك اعطيه ليا نخرج بحالي، وحدد ليا شحال عندك، الا كان شيخ يبيع لك في الحياه ديالو ولا شي حاجه نخرج من حقه، بحالو بحال المستفيدين الاخرين، بحالو بحال المستفيدين الاخرين، بحال اللي شاري من عند شيخي. ما عطانيش، عطيني واحد الملكيه في سميتو راه غادي غتبين في القضاء بنا عندنا داك السيد شاري من عند بوعزه، علي بن بوعزه وسميتو علي بن بوعزه، شاري من عنده، شاري من عنده في تحت حمام الريفي، تحت حمام الريفي تماك، تحت حمام الريفي تماك عندنا، حقاش هو كاين عندنا في الحدود، هو في الملكيه كاين قبلة احمد اجرار. السيد عابد اللي كيقول لك راه عابد داير في الجوار، عابد راه شاري، احنا ما عارفينش عابد في الشاري، شاري الا كان شاري في الشعبه غيكون اجرار الجوار ديالو، هذاك اللي شاري 6 الخدامه 120 محدده ماشي متبقي، هذاك غيكون لتحت في الشعبه لتحت راه عنده 6 الخدامه واجرار في الجيو. هاد الشيء حنا اللي كنقولوا ليه لحد الان، حنا كيكذبونا هاد الناس، كيقول لك هاد الملكيه غير صالحه، هاد الملكيه هاد الملكيه غير قانونيه، واش هو قاضي؟ واش هو قاضي باش يحكم عليا هاد الملكيه؟ باش سميت ولا كانت بيني وبين خلاف، بيني وبين هاد اجرار يوجهنا المحكمه، يدير الملكيه ديالو، الملكيه ديالو وجهنا المحكمه والقضاء يفصل بيناتنا. هذا هما ما داروش هذا الشيء، كنطرحوا عليهم كتابيا، ولا عطاني سيدي هذه الملكيه ديال هذا السيد اللي كيعارضني في هذه البلاد، لا جواب. عيب 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 بالكتبه، يعارضني داك السيد معارضه، يعارضني بان كنعارضك في هذه الارض. لا 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 حرقت انا البلاد، مشيت شكون هو يعني شكون هو هذا اللي اقترح هذا الاسم او اللي حط هذا الاسم؟ حطوا المستشار، حطوا المستشار ملي كنمشيو تيقول لك اجرار. انا اللي كنسمع ما كنسمحاش من فم الرئيس، ما نكذبش، وما كنسمحاش من هذا، كنسمحها من فم المستشار، ولكن انت دابا السلطه راه حطاتها، ولكن دابا السلطه تنطلب من السلطه، تنطلب من السيد الباشا يوقف الاشغال حتى يتبان الحقيقه لينا ديالنا ولا ماشي ديالنا، ما ديالناش يوقفوا، انا تنطلب لهم يوقفوا البناء،
راهم غادي يديروا لنا كوارث، راه عباد الله كيعطيو دابا الشواهد وداك الشيء والناس كتبني، راه حنا غادي نصطدموا مع المواطن. لكن حسب التصريحات اللي شاهدنا مؤخرا من بعض الاعضاء، يعني من مصطفى ابو مهدي في اللايف اللي كان دار مؤخرا، انه تيقول لك راه الشواهد الاداريه اللي جاب لي شي حاجه قانونيه راني حنا كنعطيوها ليه قانونيه ومن حقه. انا ماشي، انا ما كنعترضش انا على الشواهد الاداريه، من حق هذاك، من حق ذاك السيد، ولكن عارفين واش حقي انايا؟ واش عطيتي الوالد الطاهر حقهم؟ ولكن الا كانت حنا صحاب الارض، حنا صحاب الارض، الوالد صحاب الارض، خصهم هما الاولين، راه الملاك هو اللي كيشد الاول، ما كيشدش واحد شاري 60 متر، ما كاين واحد شاري 60 متر، لا واحد شاري 30 ولا واحد شاري 100، ما كاين، ماشي هو كيتعطى ليه الاولويه، كتعطى لمول الارض الكبيره، يعبر مول الارض الكبيره اللي صاحب الارض يعبر، هذا هو اللي لا عارفني في القانون، يعبر البلاد ديالو، يعبرها ويشوف شنو المبيعات ديالو اش كاين فيها، وداك الشيء ما تسال ما يتعطى، لا كانت باقا لنا بقا يعطوا لنا، بقاو جوج بقات يعطوا لنا، ما بقاش اما باش يدير هو حكم وفيصل، ينوض هو يدخل ديك الارض ديال مدريس، ما عندوش الحق يدخل لها، المجلس البلدي ما عندوش الحق يدخل لها، حنا بايعين على شيخي كان كيبيع على الشياع، كان كيبيع على الشياع، اذا هذوك الناس شارين على الشياع، ما عرفتهمش فين كاينين دوك الناس، انا ما عرفتهمش فين كاينين، ما عرفتش انا دوك الناس اللي كان كيشري كيبيع لهم الشيخي، ما عرفتهم فين كاينين، واش لتحت واش الفوق وفين، حقاش الارض كبيره، راه الارض 25 خدام، وملي درنا لها الكروك عطات 26، وعندنا جوج خدامه كاينين بالملكيه ديالهم تا هما، لا ما شكوش فيهم، جوج خدامات مشرى شاريهم شيخي من عند عبد السلام العيدي ومن عند بن عيسى العيدي شاريهم، وفي الحدود ديالنا شكون كاين؟ كاين حدانا اجرار في الحدود ديال هاد البلاد، في نفس الحدود اللي كاينه في 17 اللي كاينه في 25، نفس الحدود كاين اجرار قبلات، وكاين شي وحدين تيقولوا الحاج بوعقيلي في الشمال، وكاين القزار الفوق، وكاين العيديات عندنا على اليمين. هاد السيد فين كاين اللي تيدعوا هما بان هاد السيد راه كاين وعنده الحق، مرحبا به، حنا ما كنرفضوش، هاد السيد الا شاري من عند شيخي مرحبا به، ونخرجوا، علاش يعذبونا هادي من 2017 وما كيعذبوا فينا، وما ادراك بالعذاب، عذاب النفس وعذاب الجيب وعذاب الوقيف في البلديه، والله ولدي حزرتهم كامل، ولد لوسي احتج على سميتو على مو فاش تثبت فاش تعايرت، ها هي مو فاش تعايرت مو داكشي احتج وطلع ولدي ولد لوسي الاخر ولد عبد الرحيم ولد بوعز، هي ما تحطش يدك في الارض بحال هكا في وسط هذا، قال لي سيري حرقي راسك فيها ولا دير قيطون فيها وحرقي راسك فيها بحال هكا، الاولاد المهم صابوا، حنا كنا كنمشيو في الحوار، كنا كنمشيو ولدي مع 9 الصباح تبقاو نتسناو في المسؤولين حتى لربعة العشية، يا ترى يدخل شي مسؤول يفك معانا، بغينا داكشي ويدي، كنا كنطالبو ويدي، ما قادينش ولدي باش نزيدو لهاد التمارة كله، كل واحد عنده مشاكل وكل واحد كتعرف الوراثة مفرقين ماشي مجموعين، طلعوا الدراري للغيزو، وقع ما وقع، جات 2018 هز يدو على الأرض، إذا هزيتي على الأرض ما عندكش الحق لا تدخل لا 17 لا 25. هادي الا كنعرف لا كاين شي قانون، انا بغيت الناس اهل الاختصاص يفكروا في هذا الشيء، راه محنونه، راه عذبونا هاد الناس، انا كنقول لك والله الا نفستي الا عيد حزرتهم كاملين، مصطفى ابو مهدي اللي تيقول انا كنوجه ليه وانا كنسمي كل واحد بالاسم ديالو، انا ماشي كندير، راه حنا جيران بحال الفرح، راه حنا جيران، تيقول لك هاد الناس راه ما عندهم والو، هادو هذا باش ما عندنا والو، واش عبرتوا هاد البلاد؟ واش خرجت شي لجنه وعبرت هاد البلاد؟ واش حدت هاد البلاد؟ عي حدوا لي هاد 17 خدام فين كاينه، عي خرجوا يحدوها، دابا 40 دار اللي تبنات تماك، 40 اولدي اللي تبنات، هذيك 40 دار ملي كيقولوا هما عندهم 100 ديال المبيعات، 40 دار، وهذيك البلاصه اللي باقا خاويه ديال من هذيك البلاصه اللي باقا خاويه؟ دابا 40 دار نزيدو على 60 واحد غادي تبني اخرى، وهذيك البلاصه اللي باقا خاويه مين، وهذوك الشوارع مين ديتو، وهذاك اللي ما عندوش اصل ملك عنده 30
30 متر وما عندوش اصل ملك، ها هو تيبني راه دار الساس ويكون فيه تحقيق. هذاك ما عندناش من اصل الملك، ما عندناش هذوك حيبونات، ما عندناش في اصل الملك، عندنا في ملك اخر. علاش يجيبوا لنا 20 واحد اولدي اللي حاطينها مكملين بها 101 مضخمين بها اللائحه؟ انا بغيت شنو نقول لك، انا تنطلب الله سبحانه وتعالى سيدنا يوصلوا هذا الميساج، الله ينصر والله يعطي صحيحته. وراه شوف نقول لك، راه كون ما كانش سيدنا في هذه البلاد غيدخلوا لنا حتى الديور ياكلونا هاد الناس. راه هاد التفليت راه ولاو دايرينها هما، كي هما عندهم السلطه، هما اللي هما كيفصلوا، هما القاضي، هما الحكم، هما كلشي. الا مشيتي تتهضر، انا شحال من خطره جاوني البوليس غيهزوني من البلديه، كنمشي مثلا كنطرح عليه سؤال كتابيا، كنقول ليه اودي هاد سميتو هاد البلاصه ها شنو نرد عليا كتابي. ملي ما كيبغيش يجاوبني بداك الشيء كيبقى يغوت عليا ويزح عليا البيبان، وكلهم كيعرفوا، الموظفين كيعرفوهم وكلشي كيعرفوهم، زحوا علينا البيبان، جهججنا، خرجنا من البلديه، تيجيو البوليس تيقول لك خرجوا بحالكم ولا غنعتقلوكم. انت كتستغنى على سميتو. وملي طلبتك شهاده اداريه في المتبقي من الارض، علاش ما عطيتيهاش ليا باش تقول لي سيري المحافظه ان شي خبيع على الشياع؟ الا بغيت واه من حقي انا نمشي نحفظ هذيك البلاد، واللي شاري من عند شيخي نعطيه، اللي شاري من هذه الملكيه غادي نعطيه، اللي شاري من 17 نعطيه، واللي ما شاريش من 25 من داك الطرف اللي بقى من 25 ما غاديش نعطيه. ما يمكنش انت تجيب لي وحدين من مع تمنين وعوضتيهم ليا ولدي. لا الولدي اللي كاين اللي شاري، قلت لك راه اللي عندنا شاري محدوده في 67 واحد اللي شاري على ظهر الملكيه وسميتو واخر مبيعات هي ديال عبد السوسي، هو اخر مبيعات عنده 106 خدامه و 120 فهمتي. غنقول انا 11 خدام ولا 12 خدام اللي مشات من ديك 17، اذا خمسه الخدامه من ديك 17 من فين مشاو؟ فين مشاو ديك 17 خدام؟ داوهم طرقان، داوه الشارع 20، راه الشارع 20 ماشي ساهل، ها هو الشارع 20. اذن هاد لي سيباس اللي بقات خاويه هادي منين داوها؟ منين داو هاد لي سيباس من هادي اللي بقات خاويه؟ فهمتي اللي كيقول لك، تيقول لك غير صالح البني، منين داوها هادي؟ منين هاد الزنق هاد 12 منين داوها؟ هاد 8 منين داوها؟ هاد سميتو ديال العيديات، هاد البلاد ديال العيديات اللي كاينه هنا، هاد البلاد اللي كاينه ديال العيديات هنايا، ما عطاوش هاد الناس الشارع من عندهم، داوه منا، داوه من الارض ديالنا. هاديك هادشي باش تكلت الارض. ولحد الان راه كاين دابا تماك واحد المسافه كاينه لتحت، راه ولات عشوائيه، ولاو الناس كيبنيو براد. وشكون غادي يحبسهم؟ شكون غيحبسهم؟ شكون غيحبس هادوك الناس؟ وشكون اللي غيحبس هادوك الناس اللي كيقول لك انا اللي جاب لي شهاده اداريه وبلان نعطيه؟ السيدي عطينا حنايا، حنايا عطينا ونتنازلوا لك على الارض، نتنازلوا لك على 17 ولا على 25 ودير لي نزع ملكيه فيها ودخل. انت ما دايرش لي نزع الملكيه، ما درتيهاش للوراثه، ما درتيهاش لا في 17 لا في 25، وكتعطوني الجبهه، كتعطوني الجبهه. لا ولدي ما كاين حتى تنازل، ما كاين حتى تنازل. المفاوضات جينا حتى لواحد الوقت كنا نتفقوا معنا، اتفقوا معنا بحضور السيد الرئيس والسيد الباشا، ومهم الناس المسؤولين، وحنا ما بغيناش، قلنا ما يمكنش نتنازلوا عليها، ولكن هذاك الشيء اللي متبقى ديك 8 الخدامه تعطيونا عليها، تبينوا علينا فين كاينه، اش من ملكيه، واش تنتمي للملكيه 17 ولا 8 هذا، باش نوقعوا عد، لان ديك الارض قال لك غتمشيو ليها للمحكمه، هذيك غتعرض على القضاء، بينا وين اجرار ديك 8 الخدامه، بينا وين الورثه ديال الاجرار، غتعرض على القضاء. ولكن لما نسنيو حنا التنازل وما عندناش الحق في التعويض، وما عندناش الحق في الاحتجاج، وما عندناش الحق نطلبوا في شي حاجه، باش غادي نمشيو للقضاء بهذيك اللي كتقول لنا؟ باش غنمشيو نمشيو ودينا خاويه ما محدين، ما قلتونا فينا، وقلتونا من رقم الصحيفه ولا اش من الارض. حنا ما بغيناش نسلو على داك، ما بغيناش نتازلو، وما بغيناش نسلو على داك المحضر. هنا فين بقى الخلاف؟ هنا فين صافي؟ هنا حبسنا، هنا حبسنا التفاوض معاهم، ما بقاو يتفاوضوا معنا، ما تفاوضوا.
دابا دابا حنا اللي كنطالبوا كنطالبوا ب 800 خدامه باقا من 25 خدام زائد ديك جوج خدامه خارجين هذوك خارجين داك العقار حنا غنخليهم ابار. المهم حنا كنطالبوا محاسبه ديك 800 الخدامه ما هو المصير ديالها. نتوما كتقولوا ديال معنا هذا اجرار اجرار كنعرفوا حنا غير في الحدود ما كنعرفوش. حنا بغينا دابا نعرفوا هاد سميتو هاد الارض اللي متبقى اللي كيقولوا لنا مع خلاف عندنا خلاف مع ورثة اجرار. بغينا نعرفوا هاد اجرار علاش ما دلاش لينا بالملكيه بحالو بحال الناس الاخرين اللي شراو من الوالد ديالي الله يرحمه. الناس كلهم عطاو الملكيات الا هاد اجرار ما عندوش ملكيه، ما جاش يعارضنا، ما جاش وقف وجهنا، ما هادو غير البلديه، البلديه بوحدها اللي كتقدموا لينا كتقول عندكم خلاف. ها هو في الرساله ها هي مسانيها النت السيد المستشار كيقول في ديك الرساله ها هي ها هي هو ما تعطاش 25 خدام، ولكن في هذه الرساله اللي سانيها السيد المستشار سعد محمد هو تيقول على ان البلديه هيكلات مساحه تاع 16 خدام وما تبقى من الارض المسمات المتعارف عليها باسم العرصه متنازع حولها حوله بينكم وبين ورطه اجرار. ولكن هاد اجرار علاش ما دلاش بالملكيه؟ الا عنده شي ملكيه يدلي بها كما دلاو الناس الاخرين. هنا فين دابا هذه هي العقاله في الحقيقه دايرين العقاله بهاد اجرار. اما حنا راه كنا البلدي طرقت معنا على التعويض ديال الشارع ديال 20 متر اللي كاين في 17 خدام وتوافقت معنا على الاربعه ديال البقاع اللي كان خارجه من داك من الوقاع باش تعوضنا. ولكن جينا حتى لهاد الارض اللي قالوا خلاف مع اجرار ما بغاوش يعطيونا عليها شي وثيقه كتثبت تثبت فعلا واش. وبالنسبه لسميتو لهذاك التوقيع اللي داك الشكايه اللي رفعناه بدوك المستشارين بجوج علاش؟ لان هما واحد الوقت رفعوا يدهم على العقار قالوا على ان هاد الارض ما بقيناش غنمسوها ما دامت محل نزاع ما بقيناش غنمسوها. ولكن جاو حتى ديك الوقت ديال وحنا تقنا كنا صافي ما هزوا الارض حنا ما عندنا تفاوضنا معهم تاع ما بغاوش يديروا حتى حاجه نشوفوا تنستناو الوقت. ملي جات هاد الجائحه ديال كورونا استغلوا همايا استغلوا كورونا في غفله علينا حنا الورثه ما جات حتى سمعنا تيعطيو الشواهد الاداريه وتيعطيو رخص للبناء والناس كتبني. هذا هو اللي خلانا حنايا منين جينا ما لقيناش كيدير لنا شكايه بجوج المشرف لانهم هما اللي كيسنيو. اذا الا كان القانون مادام ارض محل نزاع علاش كتعطي الناس يبيعوا يبنيو فيها؟ هذوك الناس راهم متضررين اللي ما غتبني في واحد الارض ما مجهزه ما دايزها واد حار ما دايز ما داك محل نزاع مع الورثه. اذا هذه راه فوضى ما خصيت تعطي لهم ما خصيت تعطي لهم يحلوا معنا حنا شكا حنا الورثه والناس ما حنا ما غنحسدو حتى شي واحد. الناس من حقهم يبيعوا ولا يبنيو ولا يدبروا راسهم. حنا المهم هذا المنبر حنا تنطلبوا من سيدنا واخا سيدنا الله ينصرو ويطول عمرو عنده مشاكل غيرنا. حنا تنطلبوا يصدر الاوامر ديالو للسيد وزير الداخليه او لا وزير العدل يشرف شي لجنه باش توقف على هذا المشكل ديال راه طول هذا العقار ماشي شي حاجه واعره في الحل راه سهل في الحل الا صدقت النيه حسن النيه راه غيتحل بلا ما يطول. هذا الشيء اللي كنطلبوا الله يحفظ سيدنا والله ينصرو ولا يطول عمرو والله ينصرو على من اداه.